يبقى استرجاع الاموال. طيب هذه من هذا واجب، هذا التزام تاعي. كيف انا عندي الكيفيه ان شاء الله، ولكن في هذا الظرف انا نستنوا بعض المعطيات اخرى ان شاء الله. ما دراهمنا يرجعوا ما فيها ديجا رجعوا غير شي له موجود هنا ديجا الارجون صار مازال يسيركيل. مازال هذه اللي قلنا المقاومه لانها تقاوم في التغييرات وهذه وي. في بعض الاحيان داخل فيها المال الفاسد لا غونغرين لا بروغريسي وي. المال الفاسد راهم يشروا في الديمام وراهم يشروا في بعض الاحيان حتى مظاهرات يشروها. امل فيهم انها تخلط يوم من الايام ويخرج حتى المظاهرات يشروها. مره مره يقولوا لنا الحقائق تاعهم وهو كراهيتهم لهذا الحركه. يخرج يقول عليه الأصيل المبارك بصح مرة مرة يغلط. حتى المظاهرات يشروها، يعني الحراك يشروها. خلينا نشوفوا منين راه يجي في الأموال. قال لك راه يسترجع، خلينا نشوفوا منين استرجع الأموال. بومرداس 2000 مخالفة بومرداس بسبب عدم احترام إجراءات الوقاية من كورونا خلال أسبوع. خلال أسبوع 2000 مخالفة. المخالفة كما تعرفوها من مليون إلى زوج إلى خمسة حسب مرات يدولك سيارة ومرات فوريار إلى آخره. ثم ماذا؟ ما هذه؟ كثير من المعلومات هنا. ها هو منين راه يجي في الأموال. تحرير 1200 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات في 3 أيام فقط بغليزان. ها هو منين راه يجي في المخالفات. ها هو منين راه يجي في الأموال المنهوبة. الأسعار تلتهب بشكل غير مسبوق، النار تشعل في السوق. ارتفاع أسعار البقوليات كالعدس، اللوبيا، السميد، الأرز ما بين بنحو 20 إلى 25 دينار. ارتفاع سعر المكرونة إلى 70 دينار، والكسكسي إلى 110 دينار. زيادة في أسعار أجهزة التلفاز تراوحت إلى ما بين 4000 دينار إلى 4 ملايين إلى 40,000 دينار. مثلا التلفاز الذي كان ب 3 ملايين ونص أصبح ب 5 ملايين، والحجم الكبير اللي كان ب 7 ملايين أصبح ب 9 ملايين سنتيم. كل الماركات المحلية زاد سعرها منتوجها من 10 إلى 40%. كل من سوق الحميز والعلمة. هذه كانت قبل شهرين، الأمور راهي أسوأ الآن. خلينا نشوفوا ثاني منين راهم يجيبوا في الأموال. هاو استرجاع الأموال المنهوبة. انتهاء مجانية استعمال طريق السيار شرق غرب. هذا جراد قبل حوالي شهرين. زيد أسعار الوقود الجديدة. طبعا أسعار الوقود كلها ارتفعت مع بداية العام. هاو نرام يجيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. جاب 3 ملايين خافوا ربي 3 ملايين. 4 أمبار كم أذيني من 3 ملايين جات راها 500 وش ما تقل باحتمال 500 احتمال خلص صاحبوك 500 ب 20 و 100 دولار والله ما خلص هكا والله ما خلص هكا والله نقدر نروح نهزو الكباطة ونهزو البياسات على حركة راهو خاطر يبيع عليها الشارية وهذه كاع جراش على زرقاء هذه كاع سبيلكم ما وقت الراه ما كانش بلاد عوجة أنا صاحب راه ما خلص أنا ما خلصش نروح لعليا أخويا الثاني تاع البوطة صبروا ما تحكوش ثاني على عوجة روح عقبوا من هنا أنا عليك قاعد غادي أنا نطيق الأشياء راهو والله أنا حركة سبحان الله وبحمده يا بجهدك انا ما خلصش يا اخوي السلام عليكم انا دوك راني مضطر كما صاحبي جاري هذا رانا الحاله هذا اللي رانا فيها جوج ملايين ونص راها مش منطقيه باه خلص جوج ملايين ونص على 4 أمبات راها مش منطقيه وهذه ما خلصوهاش ايه ايه ولد وانا راني رافضها 100%. شكرا صح. مثلا مساكين اصلا كي تشوف المباني اللي عايشين فيها والسكنات اللي عايشين فيها تعرف أنهم أصلاً عايشين في أوضاع بائسة جداً. زيد فومات كل أخويا روح
هذه سوالي هو الرب اللي على الدنيا انت نحاول بني خالص يا لات عشان اسكانيك قلت لي جي مكة. أما في مجال المخالفات المسجلة في الحج في مجال الحج الصحي فلقد قمنا بمراقبة 952,507 مواطن أفضى إلى إجراءات قضائية تخص 354,374 إجراء فيما يخص مراقبة السيارات قمنا بمراقبة 592,882 مركبة تم تحويل 555,083 إلى المحشر فيما يخص الدراجات النارية هذه برك تاع السيارات تاع السيارات برك 550,000 سيارة إلى المحشر لفوريال يعني تقريبا حوالي 6% من السيارات الموجودين في البلاد هذه ما لا تجدها في أي مكان في العالم أنه 6% من السيارات اللي في البلاد تروح فوريال ناس عاشت حروب والناس ربما ارتكبوا مخالفات إلى ما صراتش هذا الشيء لما يروحوا لفوريال عشرات الالاف من السيارات يلقوا الناس باللي لابياس منحوحة نحو لهم الروض نحو لها مانيش عارف المرايا حلوا البيبان اداوا الكوسانات هذا اصلا في واللي يلقى مازال سيارة معقولة كاين مرة تلقاها مخرطة كاين مرة تلقاها في لابانتير اي حاجة ومع ذلك تزيد تدفع ولو كان ما تدفعش يدوها لك وكي يدوها لك يزيدوا لك غرامة عليها 550,000 سيارة إلى هذا الحد كاين الناس اللي ماتوا أنا نعرف قصص تاع ناس اللي من بعد أيام صرات له ضجة في القلب صرات له ضربة في القلب بعدها بأيام مات لأنهم حس بالحقرة داولوا السيارة اللي يشتغل عليها كلونديستان كاين اللي داولوا الكاميو أيضا نفس الشيء كاين الناس أصيبوا بأمراض كاين اللي عمرهم لا رجعوا السيارات لأن أصلا يقولوا والله ما أنا عارفين ونحطيناها روح حوس هذه دولة ولا استعمار هذا نظام حكم تاع شعب ولا استعمار هاي الأموال المنهوبة منين يجيبها